السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زميلتكم سارة عبد السلام الخميس من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. سنتحدث عن تحليل البيانات المرتبط بالزيارات التطويرية والتقييمية لخدمات الأسنان في مشروع أو المرتبط بمشروع الأوبتيدنت. طبعا كما هو معروف لديكم أن مشروع الأوبتيدنت يهدف إلى رفع نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في خدمات الأسنان، ولتحقيق هذا المستهدف تم بناء عدة مكونات وأنشطة تابعة لهذا المشروع. من أهم هذه الأنشطة هي الزيارات التطويرية والتقييمية، ولغرض التطوير ووضع الخطط التصحيحية للمراكز المستهدفة كنوع من أنواع التطوير والمتابعة. طبعا يظهر أمامكم على الشاشة نموذج أو النموذج الخاص بالزيارة التي يتم تعبئتها من قبل منسقين المشروع في مناطق المملكة. طبعا عندنا هنا النموذج الخاص بهذه الزيارات الذي يقيس مدى التزام مركز خدمات الأسنان بمعايير مكافحة العدوى. يتم تعبئة بيانات مركز الأسنان بالإضافة إلى بيانات منسق المشروع الذي يقوم بالزيارة، وبعد ذلك يتم ملء المعايير أو ملء التصور أو التقييم لهذه المعايير كل معيار على حدة. بعد أن يتم ملء هذه المعايير أو بعد أن يتم تعبئة هذه المعايير، يتم رفع هذا التقرير للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. بعد ذلك يتم تحليل هذه البيانات المرتبط بهذه الزيارات عن طريق ملف تحليل البيانات. ملف تحليل البيانات الظاهر أمامكم يقوم بدوره بتجميع أو عمل جمع للتقارير ويعرضها في صفحة واحدة أو في ملف واحد لغرض تحليلها. طبعا من المعروف أن الأهم من تحليل البيانات هي طريقة الاستفادة من هذا التحليل ومعرفة مواطن الضعف والقوة، وذلك بغرض عمل الخطط اللازمة للوصول إلى هدف المشروع والتوصل إلى هدف المشروع، سواء كان هذه الخطط على مستوى المملكة كاملة أو على مستوى المناطق أو كما على مستوى المناطق كلا على حدة. طبعا هذا الملف مشارك لمناطق أو لفروع وزارة الصحة في المناطق، يمكنهم الاستفادة منه ويمكنهم تحليل البيانات الصادر من هذه الزيارات، وذلك لغرض عمل الخطط التصحيحية كلا على حدة. طبعا بالنسبة لفروع الوزارة يظهر لهم منطقتهم فقط في هذا التحليل أو في هذا الصفحة. لدينا هنا أو نستعرض هنا عدد التقارير لكل منطقة إلى تاريخ أو إلى تاريخ اليوم. أيضا لدينا معدل نسبة الالتزام لكل منطقة، أيضا معدل نسبة الالتزام لكل معيار في المملكة ككل، أيضا عدد التقارير التي حققت المستهدف من هذا المشروع لكل منطقة وللمملكة ككل. يوجد عدة فلاتر تظهر في الأعلى، مثلا عند اختيار ستاندرد أو ستاندرد الهاند هيجين يظهر لنا تغير لسكور الكومبلاينس ريت، فيرتبط فقط بالهاند هيجين في المناطق، ونظهر أو يظهر لنا الآن نسبة الالتزام بمعيار الهاند هيجين في هذه المناطق. عند إلغاء الفلترة راح يعطيني معدل الالتزام العام. طبعا أيضا عندنا عن طريق اختيار المناطق يصير لنا هنا، أو مثلا لما نبغى نشوف واحد من هذه المناطق، ولما يظهر لنا هنا واحدة من المناطق يظهر لنا معدل الالتزام لكل معيار لهذه المنطقة المختارة. طبعا كما قل يعني زي ما قلنا قبل شوي، ان من خلال هذه الصفحة او من خلال هذه الشاشة نقدر نطلع البيانات اللي نحتاجها او البيانات اللازمة من التقارير والعمل عليها.
عندنا عدة صفحات في هذه الـ الـ في أظهر لكم الآن، عندنا عدة صفحات لتحليل البيانات. عندنا هنا ستاندرد أناليسيس، نقدر نختار ستاندرد اللي نبغى ناخذ عليه نظرة مفصلة، أو نقدر نختار الريجون أو الدنتال سنتر المحددة. طبعاً كيف أقدر أستفيد من هذه الداتا أناليسيس أو ملف الداتا أناليسيس في هذا المشروع؟ عن طريق أننا نسوي داونلود لهذا الملف، ومن ثم تغيير الكويري أند كونكشن من خلال داتا بالإنجليزي أو بيانات بالعربي، كويري أند كونكشن أو استعلامات واتصالات، ندخل عليها ونلقى هنا أوامر الكويري الداخلة عندكم عن طريق الضغط على رايت كليك أو زر الفأرة بالزر الأيمن، تحرير أو إديت. ومن ثم الدخول على أوامر الكويري التي تظهر لديكم على الجهة اليسرى، أي أمر كويري يظهر لكم فيه علامة الخطأ، مثلا عندنا نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، تول data transform simple file، ندخل عليهم كلهم، ندخل على واحد تلو الآخر، ومن ثم نغير source البيانات، أو هنا على اليمين يظهر لكم كلمة source مصدر البيانات، ونغير ما بين الأقواس الكبيرة والصغيرة، نغير مصدر البيانات إلى مصدر البيانات المحفوظ لديكم في الجهاز. فلازم ناخذ أو ننسخ مصدر البيانات أو نسخ عنوان المجلد اللي موجود عندكم بالأجهزة أو بأجهزتكم، ونضيفه هنا على الملف. بعد ما يتم تغيير جميع السورس في جميع أوامر الكويري اللي ظاهرة عندكم على اليسار، نفس الشيء هنا نروح عند سورس ونغير مصدر البيانات إلى مصدر البيانات المحفوظ لديكم والتي يحفظ فيها تقارير الزيارات. بعد كذا نسوي كلوز أند لود، أو نغلق الصفحة هنا على اليمين ونضغط احتفاظ. من خلال هذه الحركة خلاص نقدر نربط البيانات وتستفيدون منها بالطريقة المثلى. شاكرة لكم، حسن استماعكم، في أمان الله.